المؤمن أصحاب الفضيلة أصحاب المعاني أصحاب السعادة مشرفني أن أتحدث إليكم في هذا اللقاء في هذه القاعة المتميزة من باريس عاصمة الثقافة والرياضة والبلد الإبداع. أولا أود أن أتوجه لشركائنا الجميع سامي جيدو على هذه الشراكة الحقيقية التي نشعر بأن منذ اللقاء الأول أصبحت بيننا جسور مشتركة تعزز تحت بعضنا البعض وتعزز أيضا الأعمال التي ننوي أن نقوم بها مع بعضنا البعض وأصبحت بيننا وبينهم أريحية في التعامل نستطيع أن نستخدمها كنموذج في التعامل مع كل مبادرات الحوار في أي مكان. على العقول تفكر بالمشترك، حوار مقنع يفتح الأمل للأجيال القادمة لشبابنا لأبنائنا وبناتنا لأن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. حوار مقنع للسياسي وللإعلامي وللكاتب لأن يجب علينا كلنا نحن أن نسهم في أن نجمع به الإنسان حول المشترك حول المصلحة العامة وأن نتجنب ونحارب كل ما يفرقنا نحن كبشر. نحن لم نأتي الحوار كي يقنعكم بما لدينا. الشرق سيبقى شرق والغرب سيبقى غرب، لكن مع بقاء الشرق شرق والغرب غرب لا يعني هذا أن الشرق صار غرب، بل يجب أن نمد الجسور بين الشرق والغرب وأن نجعل الثقافة والفكر يجمعنا ويوحدنا لأن التحديات اللي تواجه البشرية الآن تواجهنا بغض النظر عن ديننا عن أصولنا عن جذورنا عن ألواننا وهذا الذي يجب أن نركز عليه نحن الآن. نحن بحاجة إلى أن نخرج من هذا اللقاء من حوار الشرق والغرب في مرحلة أثنائية بشيء عملي بشيء يجعل السياسي والإعلامي والمفكر والمبدع يقول هؤلاء لديهم جدية، هؤلاء صادقون فيما يعملون، هؤلاء يريدون أن يقدموا شيء للإنسانية. بالأمس أيها الأخوة والأخوات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب حفظه الله قام بمبادرة، مبادرة انتظرها طويلة في زيارته للفاتيكان ولقائه للبابا للقاء في صوره عبر عن الاريحيه بين هاتين الشخصيتين العظيمتين. من الصور ومن اللقاء شعرنا بان في النهايه نحن قصرنا بحق انفسنا بحق الانسانيه ان هذا الاجتماع كان مفروض وهذا اللقاء كان يفترض ان يكون قد يسيرين طويلا. نحن جئنا ونحن نحن الصدق والجدية بأننا نريد حوار فعال. مجلس علماء المسلمين أقيم ليقدم رسالة بشرية بأننا نريد أن نصنع السلام وأن نبني للأجيال القادمة بيئة حاضنة للسلام، تصنع السلام، تحارب التضارب، تحارب الإرهاب، تنبذ الاختلاف. ولذلك أتمنى أن يكون هذا اللقاء أن يسر هذا اللقاء عن شيء نستطيع نحن كلنا الأفراد أن نفتخر به ونقول نعم في يوم من الأيام اجتمعنا في قاعة الفكر والثقافة في بلدية باريس واتفقنا على أشياء نجدها في مناهجنا الدراسية نجدها في رقابنا الإعلامية نجدها في توجهات قادتنا السياسية نجدها في الخطاب التقليدي الذي تحول الى خطاب يجمع كل البشر لانه بشر بدلا من ظلمهم. اتمنى للجميع التوفيق والشكر وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.